لكن أهالي حائل لم ينسوا قصة سد البار الذي أنشئ في عام 1402 هجريا لتخزين مياه الأمطار وسعته 500 ألف متر مكعب ولحماية المساكن حوله بعد عناية الله، والذي كتب له على مدى أكثر من 22 عاما مضت أن يصبح شبه خالي من مياه الأمطار، إلا أن رحمة الله كانت أكبر بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة منطقة حائل وامتلأ سد البار لأول مرة بعد كل هذه السنوات، ليشهد السد والموقع إقبالا مضاعفا من أهالي المنطقة نظرا للمواقع الطبيعية الجميلة من جبال وأودية جذبت هواة الرحلات البرية للاستمتاع بأجواء المطر. فضل من الله له الآن تقريبا 20 سنة ما فاض إلا الآن، والطاقة الاستيعابية لسد البار ما يعادل 500 ألف متر مكعب، أي ما يساوي تقريبا 500 مليون متر من الماء، وهو بعمق 8 أمتار تقريبا، وما شاء الله لا الله يزيده إن شاء الله علينا الله يزيده إن شاء الله. حجان أمطار على سد البار اللي احنا فيها في طرب الودين من حوالي 20 سنة، ولكن لله الحمد امتلأ بفضل الله ومنة، الناس مستبشرين زي ما تشايف الناس زيارات رحلات البرية، نحمد الله على الأمن والأمان اللي نعيش فيه. إلا أن موقعا سياحيا كهذا الموقع المحاط بجبال أجا الشهيرة والأودية ذات البيئة النظيفة لا زال بحاجة للمشاريع السياحية والخدمات المثلى. لاحظت الحراسة الأسود، يجب أن نوضع حارس للأسود عدم الكتابة عليه وعدم العبث. استثمار المواقع القريبة من السدود مطلب ملح بعد تجربة امتلاء سد البر. عبد العزيز العيادة، الإخبارية، حائل.